لي يعني دركت ومن بعد ما تبحرنا الدراري خلقناها في البحر وكذا وعومتكم الدراري رجعت للهوستل ودوشت. دابا الدراري دارني راسي وبغيت نمشي لواحد القنت غادي نديكم معايا ليه اللي هو الى بان لكم كتشوفوا هذوك الجبال تماك تما الدراري انا ما عرفتش شنو كاين تما ودرني راسي بغيت نمشي نشوف تماك يعني ما جاش غادي نجي حتى لبيرتيوغا وما نمشيش تماك. المهم غنمشيو الدراري غنعيشوا حياه الادغال غنديروا بحال بالنسنس صيفطوا هذا الفيديو لبالنسنس بالنسنس خويا غندير داكشي اللي كدير هنا في البرازيل غادي نشوفوا الدراري تماك. المهم ديجا كنت سولت قالوا لي تماك هو البلاصه اللي كتفوت السنترو ديال بيرتيوغا حيت انا بعيد شويه على 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 السنترو سو غادي نمشي تماك الدراري كما شفنا لبست المسائل ديالي وكديت الايكيبمون ديالي دابا غنبقى غادي الدراري نشوفوا فين تخرج ما عرفتش ما شنو كاين واش كاين الادغال غنلقاو السبع غنلقاو النمر ما عرفتش شنو غادي نلقاو. المهم كما شفتوا بالنسبه للدراري الصباح ما بغاش تبان ومن الخير ما بغاش تبان ما تبانش حنا مالنا الدراري المهم خلقناها وصافي. السيمانه الجايه رانا دفعت عاوتاني الدراري لواحد الهوس اخر فور فولونترين ولكن هاد البلاصه بعيده بزاف يعني تقريبا خصني واحد 10 السوايع ديال الكار باش نوصل ليها. انا دابا كاين في الشمال ديال البرازيل دابا غنعاود نهبط للجنوب ديال البرازيل واحد البلاصه غتكون بالبلاكسار الدراري واحد الهوسه حيت دابا هاد الهوسه انا اللي كاين فيه ما فيهش بنادم بزاف ولكن الهوسه اللي غنمشي ليه تقريبا من بعد جوج سيمانات اللي غنمشي ليه غتكون بالبلا فيها الدراري شبعان تيتيز وداك الشيء وكذا وهادي حيت دابا هنايا هاد الهوسه هذا كانت اول تجربه ديالي ديال الفولونترين يعني كان مزيان انك تكون في شي هوستل اللي يكون خاوي يعني كتكون الخدمه شويه خفيفه ما كاينش خدمه بزاف باش كتاخذ ليكسبيريونس على خاطرك وكتقدر تعرف الاتاويش وتعرف القوالب وكذا وهادي دونك فيري غود يو نو سو يا الدراري كما كتشوفوا هذا هو البحر الجو تزعبل عاوتاني راه هنايا راه البرازيل راه هي بحال هكا راه كتكون الشمس والصاد وكذا وهادي في الصباح كتعاود الدور عاوتاني في العشيه كتلقى عاوتاني الجو كيتزعبل دار عاد شحال وانا كنتمشى ترى تزعت كيبان قريب وراه شحال وانا كنت شي 5 كيلومتر دابا اللي ضرب شي ساعه الا روب وانا كنتمشى يلاه بدا كيبان لي هادشي مزيان هذا نورمالمون هو السنتر واقيلا ديال البيرتيوغا راه ما عارف والو راه غادي الدراري انا راه غادي نكتشف والله ما عارف شي وزه. المهم كيبان لي بالله راه قربت واقيلا الدراري ولكن دابا واش كاين شي كيبان قريب غنبقى عاوتاني كنتبشى 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 تا وكان ما عرفت شنو ترى علامة الدراري. المهم هنا كتبان بعد الدعوة زايا شوية على البلاصة اللي كاين فيها هنايا واخا راه ميمس راه الدعوة خاوية الدراري ولكن هنا بعدا كيبان داكشي ناضي كنار. بالنسبة للطريقة الدراري خديتها على طريق البحر حيت غادي مع البحر وكيف الروتور غادي ندوز من جهة ديال الشانطي باش تشوفوا الطريق ديال البحر وتشوفوا الطريق ديال الشانط. المهم الدراري راه عييت ربيت ما حبهم الفخار شوف والله الا بقوت المشي ربيت الفخار ولكن هاني هادشي دابا معانا مولف كنمشي بالحقيبه العجيبه عندي في هذيك 20 كيلو ملي كنمشي دابا بلا حقيبه بلا والو راه كي والو عندي انا بحال غادي يطير. المهم الدراري غنشوف شي بلايصه باش غنرتاح فيها واحد ربع ساعه بحال هكاك بلي الدراري حديت البحر اول البحر مورايا بنادم كاين مورايا وهنا القدام صافي كيبان لي حديت حبوا البحر الدراري هادشي راه كيبان كبير ملي كيبان صغير الدراري كيصحابني انا شي لعيبه صغيره وراه هادشي راه كيبان الدراري مقدر الدراري ورقوا لي ما عرفتش العجب هذا كيفاش نقدر ندخل تماك. المهم غنشوف خايف انا ندخل تما وصدق نغبر تما ولا نتلف ولا شي لعيبه ما عرفتش كيبان لي تما واحد التويشي بحال البلان ديال السقالة ولا ماعرفت شي سيد عندهم تما ولا ما نعرف غنمشيو نشوفو إذا كان فابور كيدخلو لي ندخلو لي تحنا راه وسي هادشي راه عجيب الدراري متمشيش بزاف الخوت أيا سخفش بالله
كاين هاني اصلا جينا هنايا حنا باش نتمشاو ونكتشفوا وداكشي، اش غنبقاو نديرو حنايا في الهوست؟ تشيزا باش بان معانا، وخاصنا نديرو ليكم شي كونسيرت الدراري تخرجوا تدورو معانا تكتشفوا هاد القضيه. الدراري بالنسبه للاشين ديالي راه نورمالمون توريستيك الدراري، يعني انا بالنسبه ليا كنحاول نوع ما بين لي فلوغ توريستيك وما بين لي فلوغ ديال لي زانفورماسيون، يعني كيفاش تقدر تجي لهنايا هكذا، هادي بنادم اللي بغى يجي يعيش هنايا كيفاش الديكور. ولكن الدراري راه خاصكم تعرفوا بالله راه كنوع عليكم شويه، مره هك ومره هك، ماشي ديما عاوتاني لي زانفورماسيون على الهجره وكذا وهادي، ولكن شويه شويه. و الفلوغ الجاي ان شاء الله غادي يكون الدراري أجوبة على الأسئلة ديالكم، يعني قاع الدراري اللي عندهم أسئلة على الهجرة ولا الكرا ولا كدا ولا كدا، حاولوا تخليوا لي الدراري لي كومونتير ديالكم في التحت باش ناخذهم الفلوغ الجاي ونصور لكم. أنا وصلت للسيد ديالهم الدراري، الله أنا كيما بحال السقارة ديالنا ديال كازا عرفتوه، بنادم هنا بان ليا كيصيد، واحد ديت البحر الدراري صافي، ما بقى والو. غندور مع ديك الدورة شوف كاين شي وزة تماك، تيرا العرب الدراري الله تعالى العرب. بنادم بالي كيصيد، هي بحال المرسى هنايا الدراري، ما عرفتش شنو هو هاد الجبل، وصلت الكورنيش الدراري، كورنيش هي البرتيوغا، لكن دابا أنا بغيت نمشي لتماك، كيفاش غنقدر دوكا خصني مازال نمشي مع ديك الطريق عاد ندور. عجيب الدراري عجيب، بلاصة زويونة، أول مرة غادي يجينا الدراري كاع ماكش عارف هاد القنتال، كاينة واحد البارك، واحد الجريدة، يا سلام الدراري يا سلام، شو البارك كيدير؟ كاينة ديك السفينة ديال القراصنة، عرفتو شنو؟ بلاتي نجبد ليكم، عندي تليفون كيزومي مزيان، غنجبدو الدراري نصور ليكم هادشي عن قرب ونعاود نرجع ليكم، ونيت نرتاح شوية راه عييت بالروج ولا عاد نعاود نكمل، راه بالي داكشي بعيد عاوتاني مزال خاصني نمشي. عيط ليا الدراري دابا انا كاين في المرسى كما كتشوفوا المناظر خلابه، كنتمشاو عيط ليا واحد خونا قال لي وي 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 اجي انا غادي نمشي نشوف شنو، الا كان غيبيع لي شي تويشيه ولا كذا نقول له انا راه ما عنديش مع داكشي الدراري، حنا غادي نشوف. Thank you.
شو غادي نطلعوا من هذيك التويشيه الدراري على الشوله داك القنطلاه على ماشي معايا من حدا ما دواش معايا كيقول لي وي 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 يجي حدا هذا الراس بحال ما شافنيش. شوفوا التويشيه هنا نايس الدراري، ما بغيتش الدراري نضرب شي تصويرات، لكن المشكلة ما كاينش اللي غيصورني بالروج ولا الدراري، ما هنا يجيو شي تصويرات غادي نلوحهم ليكم في الانستغرام، لكن ما عنديش العشرة انا الدراري هنايا في هاد القنت هنايا، كاين وحدي، انا والطبيعة والله، بوحدنا الدراري، ونتوما، هانتوما الدراري الحياة، ايوا هادشي كيتزازع. Me to the moon. الحياة الدراري الحياة، تمتعوا لي الدراري تمتعوا. كما قلت لكم الدراري بغيت نمشي لهذاك القارة ليها، ولكن ما عرفتش منين غادي نمشي، بان لي هادشي باقي بعيد راه قبيلة وانا كنتمشى، معرفتش الدراري كي غندير نمشي واقيلا خصك تاخد باطو روينة واقيلا معرفتش، بان لي واحد الباطو كاين ليها معرفتش واقيلا هو اللي كيدي ولا ما، ولكن المشكلة كيفاش غتقطع من ليها حتى لتماك، هي فين بقات تما فين بقات، يعني ضروري الدراري خاصك شي باطو اللي غيقطعك. وانا دراري بغيتش نقول ديك الكلمه، وانا دراري فقير ما عنديش الفلوس الدراري، جاي عم ضحي معاهم انا دراري، بغي نعيش فابور وعيش فابور بالرجل، ها نتوما دراري حياه ايوا هادشي اللي كاين دراري، غير نرجعو عاوتاني غنزيد نتمشى لها نشوف كيفاش الديكور، ما تعرف نلقى شي واحد نتعبس معاه يطلعني معاه في شي باطو ولا شي لعيبه يوصلني، هنشوف الزعلول اكيد زعزع هادشي الدراري، ها انت اشراني وصلت للحد، ها انتوما كما كتشوفوا الصور وتما كاين الشاطئ اللي ما عاد فين كيدير الدراري، المهم كنت بغيت نمشي لهاديك البلاصة ولكن ما كايناش طريق، يعني ضروري كيبان ليا هاديك التويشي ديك البلاصة اللي دايرة بحال الجزيرة، فهمتوا الدراري يعني ولا بد تاخذ باطو باش تمشي، ما عرفتش الدراري بشحال واش غالي واش رخيص، وهنايا راه نورمال غادي تسول غيعرفوك ماشي برازيلي راه غيطنطنوك في الثمن الدراري، دونك ما عندي ما ندير، غادي نرجعو الدراري من الطريق ديال ما غاديش نرجعو دابا من الطريق ديال البحر، نرجعو من الطريق الاخرى تنعاود نسول الدراري، شوف غنشوف خونا مول الهوستل هو اللي غادي يعطيني المعلومات وغيعطيني شحال الثمن وكذا، الا كان شي ثمن معقول راه نقدروا نمشيو نشوفو تماك الديكور كيفاش داير، ما كانش راه عندنا ما نديرو الدراري، هادشي اللي كاين بنادم كيشوف فيا كنجي غريب الدراري معاك كنفلوغي انا علامة الدراري، جاني الجوع خصني نقصي شي لعيبة، أرجع من الطريق ديال الشارع ونشوفو لا لقينا شي ريستورون رخيصة وكدا، هنا كاينة واحد اللعيبة معروفين بها كيقولو لها المارميتيكس، دايرة بحال الشكل ديال ربع الدجاجة ديالنا حنايا، كيعطوك معاها الروز كيعطوك معاها الدجاج كيعطوك معاها اللوبيا شي لعيبة بحال هكا. تقريبا كاينة ما بين 10 رايس 13 رايس، يعني ما بين 20 درهم حتى 26 درهم، يعني بحال الثمن ديال المغرب وكتشبع بالروج ولا الدراري، غادي نشوف إلا لقيت شي وحيدة هنايا في الطريق اللي غيكون راجع منا راه غادي ناخد شي تويشية، ولكن دابا الإشكال أنهم ما كيخليوكش تاكل في الريستورون كيقولك خاصك ديها معاك، حيت هي كتعتبر رخيصة يعني خاصك كيديرولك أونبورتي كيقولك ديها معاك ما تاكلهاش عندنا هنايا. وكنشوفو الدراري لقينا شي واحد كيبيع راه غادي نتقداو باش نعمرو الكريشة، ايوا هادشي اللي كاين الدراري، حاولنا باش نوصلو لوبجيكتيف، ولكن للأسف الدراري لوبجيكتيف ما كان ساهل، كما قلت لكم انا عاود الدراري غنسول، انا باقي هنايا واحد السيمانة اخرى
انا عاود نسول لقيت كيفاش نمشي تماك راه غنديكم هاد الدراري. كما كتشوفوا الدراريه ديال مارميتكس اللي قلت لكم عليها. دونك غادي ندخلوا غادي هنا ما عرفتش واش ناخذها من هنايا ولا لا، اي ما عرفتش هاد الفهم دابا واقيلا غناخذها من هنايا وغنمشي نقصها في شي كوال. ليتس جو. كما كاين ما عندكمش حق انكم تاكلوا هنا، يعني خاصك ديها وتاكلها على برا ديليفري. هادو هما العشمين البنات، هادي واقيلا البيض مع الفريت، هذا اومليت. المهم هادو هما العشمين البنات، كما قلت لكم عشمين ضربوهم في جوج باش يعطيكم الثمن ديال المغرب. انا ملي غيعطى عليا غنحلو ونوريكم كيفاش داير. مشوا الدراري، حنا قدينا المارميتكس. غادي نمشي لذاك البارك اللي شفنا قبيله، غادي ندخل ليه نريح تما التكوانة ونقصي مع راسي شي دروج ولا الدراري. المارميتكس كدير مزيانه الدراري، شبعانه روز. هذا ما عرفتش هادي كيفاش دايره، كي كتبان ثقيله شويه. خديت انا ديال الدجاج كما قلت لكم 26 درهم تقريبا، يعني بحال الشكل ديال ربع دجاجه في المغرب، كيعطيك مع الروز والكتويشيات، ولكن هادي كتكون معوره شويه الدراري. دونك الدراري اللي غادي يجيو للبرازيل ما فيكم ما طيبوا وكذا، وهادي من الاحسن بقاو تقلبوا على المارميتكس، يعني كتقام رخيصه شويه وكدير مزيان بالروح. حنا وصلنا الدراري للبارك، ضربوا لي على واحد الهندي قداش ضرب لي عليه، ضرب شو شو شي له هندي قداش الدراري مقدر. هادو هما الهنود الحمر ديال البرازيل الدراري. لا ندخلو شتو شي كوان في البارك، نريحو نتكوانا ونقصيو على خاطرنا الدراري. شتو شي كوان يكون خاوي باش ناخدو راحتنا. هذا هو البارك، داكشي ديال الامازون الدراري، الامازونس. بالي وقيلا غنمشي ليه لوك الحجيرات ليه، ونريح نتكوانا ونقصي مع مخي. الرجولة الدراري، الحياة راه سهلة، غا حنا اللي كنعقدوها. طبيعة وداكشي، طبيعة ربيعة، حنا معاك حروبات. الإشكال هو هنايا مكاينينش الكراسي الدراري، غنضطرو نشوفو شي كوان، شي حجرة ولا شي لعيبة ونريحو نقصيو. بالي واقيلا واحد الكرسي ليه قدام البحر، شو نريحو نتقابلو مع البحر. نقصيو مع مخنا، طبيعة ربيعة، أنا معاك حروبات.
بلي ريح ليه الدراري في هذاك الكوان تما مريح نقصي مع راسي الدراري بكل رجولة مريح هنا هنا نورمالمون خاص يكون كرسي ولكن مكاينش حنا نريحو هنايا الله اتمشيت اليوم الدراري والله الا تمشيت نريحو ناكلو المارميتكس ديالنا غنوريكم المارميتكس شنو فيها هانتوما الدراري ضربو طليلة شو الدراري هادي هي المارميتكس فيها الدجاج فيها الفريت وفيها الروز وفيها حتى ديك اللوبيا كاينه من التحت الدراري بالرجوله مزيانه الدراري بارابور 26 درهم هنا في البرازيل راه مخيره الدراري قسما بالله انا الدراري غنقصيك الدراري مارميتكس دان قفه اول بعدا برجع كنتريني وليت كنقصي مزيان انا الدراري شنو شتو الطريق ما الدراري هادي كانت الجولة ديالنا عاوتاني رجعت من هاديك الطريق اللي مشيت منها وشحال وانا كنتمشى وانا كنبغيها وما بغيتش دلوص صاحبي يقرب شحال وانا كنتمشى دابا حسيت بالطريق المهم الدراري كما شفتوا هذا هو كان الفلوق ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم وكيف العادة الدراري هاي طحت فواد ولا بس برغيلة كي غنديروا لها دابا ايش ايوا ايش هادشي ما خدامش غنمشي نشلعها كيف قلت لكم الدراري الى عجبكم هذا الفلوق ما تنساوش اللايك سبسكرايب خليو لينا شي كومونتير الفلوق كان خفيف ظريف شكوكونا طاو انا جاي في الطريق فيها شويه ديال الماء غنمشي للدار غنمشي للوصل عاد باش نحلها وندوقها كيف قلت لكم الدراري كان هذا هو الفلوق ديال اليوم الى عجبكم خليو لينا واحد اللايك وديروا معكم واحد السبسكرايب الدراري شحال واحد كيتفرج فيهم ما كيدير السبسكرايب الدراري خليو واحد السبسكرايب باش لاشين ديالنا تفرقع وديك الساعه انا راه ما معوش بقى في البرازيل الدراري راه مازال باغي نمشي ندور بلدان اخرين وكذا وهذيك ولكن هادشي كامل غنديروه الدراري بالتشجيعات ديالكم طبعا دونك الدراري ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم بلي سبسكرايب بلي لايك وكان هذا هو الفلوق ديال اليوم